هل تصح إمامة المرأة للنساء؟ يصح أن يكون الرجل إماما للنساء حتى لو كان فيهن من تصلح للإمامة، لأنها ممنوعة عند الإمام مالك. وقد كان النساء يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف الخلفية وهو إمام لهن، كما كنا يشهدن الجمعة أيضا. وحادث رد المرأة على عمر في خطبته عن التغالي في المهور معروف. وروى أبو يعلى والطبراني بسند حسن أن أبي بن كعب صلى إماما بنسوة معه في الدار لعدم وجود من تقرأ منهن، ولما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك سكت ولم ينكر عليه. ويستوي في إمامة النساء الرجل والصبي المميز، اللهم إلا إذا خيفت الفتنة أن يشغلن بالرجل أو يشغل هو بهن، فالصبي أفضل من الرجل، والله أعلم.